قوله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والهداية منه جل وعلا تكون هداية توفيق وإلهام. قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وتكون هداية بيان وإرشاد وتوضيح. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلو هداهم هداية توفيق وإلهام لما استحبوا العمى على الهدى، فدل على أن الهداية المذكورة هنا هي هداية البيان والإرشاد والتوضيح. وهناك هداية منه جل وعلا لعموم الخلق من الإنس والجن وسائر المخلوقات. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى حتى الحشرات إلى ما يصلحها إلى ما ينفعها. وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والمتأمل يجد أن الهداية ذكرت مع الخلق في هذه المواضع الثلاثة، فدل على أن الهداية بجميع أنواعها وشمولها وعمومها إنما هي من الله عز وجل. ولذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جرى مع قومه ما جرى وبنوا له بنيانا ليقذفوه في النار، ماذا قال؟ قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني ذاهب إليه وإلى ما أمر به في الشام ليترك العراق. فدل على أن العبد بحاجة ضرورية إلى هدايته جل وعلا في كل شيء. ولذا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مصر خائفا لا يدري أين يذهب، ماذا قال عز وجل عنه؟ ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. والحديث في هذا المعنى يطول، لكن الشاهد من هذا أن من فطرك هو الذي يستحق العبادة، وأن هذا الفاطر الخالق بيده الهداية.